ايه يا سعيد كل ده؟ معلش كان عندي شغل كتير في الورشه. عشان عايز اكلمك في موضوع. خير النهارده وانا قاعد معاك في القهوه. قهوه تاني يا علي؟ 200 مره قلنا بلاش قعده العطليه دي. استنى عليا بس يا سعيد ارجوك. كل اللي حصل دخل هنا واحد شكله سوري تركي مش مصري يعني. فضل يتكلم معانا على السفر بره والشغل والدنيا والاجانب. وبعد كده لما عرف ان انا عندي جيش قال لي اقتراح حلو قوي ان انا ممكن اسقط من الجامعه السنه دي واطلع تصريح سفر واسافر اعمل قرشين وارجع بعد ال 30 اتصالح مع الجيش وادفع غرامه. صحيح الكلام ده يا سعيد ولا ايه؟ عايز تسيبني علي؟ عايز تسيب الجامعه وتهرب من الجيش؟ ويا عم مش هسيبك ما انا هرجع. ثم سنه لو الدنيا اترستقت معايا بره ممكن ابعت لك وتجيلي. انا؟ لا هسيب ورشتي والبيت اللي اتربيت فيه؟ ما احنا هنبيعه. امال انا هجيب فلوس السفر والتاشيره منين؟ عايز تبيع بيت ابوك يا علي؟ لا برافو عليك. هتبيعه ازاي ده بقى يا فالح؟ على النت طبعا. بص يا سيدي انا صورت البيت حته حته. اول ما ننزل الاعلان ممكن يتباع هوا. عايز تبيع بيت ابوك على النت يا علي؟ يا خريتها؟ باخد رايك بس. راي ايه؟ ده انت خططت وصورت. سافر يا علي، سافر يا علي وسيبني في حالي، انا سايبها لك اصلا.